السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة طلبات الثانوية العامة. إن شاء الله هنكمل معاكم الحلقة 7 النهاردة، الهيكل الطرفي. الهيكل الطرفي كنا اتكلمنا ده رقم 2، كان فيه هيكل محوري بنعيد تاني وتالت ورابع مش مشكلة عشان عايزين نفهم ونحفظ مع بعض. الهيكل المحوري كان جمجمة قفص صدري وإيه تاني، الجمجمة والقفص الصدري والعمود الفقري. تعالوا هنا بقى كده، الهيكل الطرفي بيتكون من الحزام الصدري والطرفان الهلويان، ده خلاص خلصناها الحلقة اللي فاتت يا رقم 6. نيجي بقى كده في الحلقة 7 النهاردة هنخلص الحزام الحوضي والطرفان السفليان. يعني موضوعنا في الحلقة دي ان شاء الله الحزام الحوضي والطرفان السفليان. قبل ما نبدأ ان شاء الله، اللي ما اشتركش معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم يشترك فيها ويضغط على الجرس ويضغط على الكل عشان يوصل لنا كل جديد وكل الحلقات ان شاء الله، ونعمل لايكات بإذن الله عشان عايزين لايكات كتيرة عشان القناة بإذن الله تنتشر وكل يستفيد بإذن الله معا، وربنا يكرمكم السنة دي إن شاء الله دفعة التابلت، والناس اللي عندهم دور تاني إن شاء الله ربنا يوفقهم بإذن الله ويجيبوا درجات نهائية. نبدأ إن شاء الله الحزام الحوضي والطرفان السفليان. انتم ملاحظين إن أنا أحيانا بشرح في الورقة أحيانا في الكتاب، لأن الكتاب في حاجات بتظهر الكلام والمعنى، يعني لازم نشوف هذا الكلام عشان نفهمه كويس. الحزام الحوضي الجزء اللي تحت في جسمنا، خلاص الجزء اللي احنا بنقعد عليه ده اسمه الحزام الحوضي. الحزام الحوضي الرسمة بتاعته مهمة، في عظام الحرقفة، عظام الحرقفة هو متماثل طبعا، لذلك شوفهم يتكون من نصفين متماثلين يلتحمان في الناحية الباطنية ناحية البطن عند ارتقاء العاني، خلاص او الارتفاق العاني. الارتفاق العاني ده الجزء اللي قدامها او من فوق العانة، خلاص اللي هي امام الجهاز العضوي في الذكر او الانثى. نقول تاني، يتكون من نصفين متماثلين بيلتحموا من الامام من ناحية البطن عند الارتفاق العاني، ويتركب كل نصف منهما من الحرقفة الظهرية. الحرقفة الظهرية يبقى فيه هنا هوت حرقفة، عظام الحرقفة هنا وعظام الحرقفة، والعانة، العانة اللي بتبقى هنا قدام الارتفاق العاني، والورك او عظام الورك، خلاص. حيث تتصل عظمة الحرقفة الظهرية، عظام الحرقفة، بعظمة العانة، متصلة تمام اهي، امشوا مع القلم كده، متصلة مع العانة. طبعا ده انت تاخدوه في الاناتومي او التشريح في طب ان شاء الله. من ناحية الباطنية اللي هي البطن يعني الخلفية من ورا بالورك، عظمة الورك، الورك عظام الورك ده معروفة اهوت، خلاص. وفيه تجويف اللي احنا بنسميه التجويف الحقي، فاكرين التجويف الاروح كان متصل بعظمة العظمة المثلثة، كان اسمها عظمة لوح الكتف، كان فيها تجويف اسمه تجويف الأروح. مين اللي كان بيتصل بها؟ الرأس بتاع عظمة العضد، مهم جدا هذا الكلام. طب التجويف الحقي كان ممكن يجي له مقارنة او يعمل لي جدول كده، وهنا بتتصل بايه وهنا بتتصل بايه؟ طبعا يبقى التجويف الحقي، واحيانا بيتقال الحقي، الاتنين صح. التجويف ده هوت بنقول تجويف عميق، تاني تجويف عميق عند موضع اتصال عظام الحرقفة والورك والعانة، ويسمى التجويف الحقي او الحقي. طب التجويف ده بيتصل به يستقر فيه رأس عظمة الفخذ، اول عظمة ناخدها في الطرفان السفليان حالا، ليكون مفصل الفخذ، مهمة جدا هذا الكلام. اقول تاني، عظام الحرقفة انتم ملاحظين الفقرات العجزية او العجزية موجودة وظهر اهي، لان دي متصورة بعد ما اتشالت العضلات، ده عظام زي ما احنا عارفين، زي ما عملنا عظام الطرفان العلويان، خلاص. التجويف الحق قلنا بينغمس فيه او بجزء بتاع العظمة اللي هي موجودة عظمة الفخذ، الرأس بتاعها بتدخل فيها، بيستقر فيها. تلتحم عظام كل نصف ببعضها مكونة عظمة واحدة، وبالتالي يتكون العظام الحوضي من عظمتين. ايه هما العظمتين؟ نقولهم تاني، العظمتين اللي هي مكونة من عظام الحرقفة، خلاص، وعظام الورك.
عظام الحرقوفة وعظام ايه الورك. خلاص الفقرات العصعصية او العصعصية، وفي عندي عظام ايه العانة. عظام العانة الجزء ده اللي موجود فوق الارتفاق الايه العاني، يبقى ده الجزء الاولاني. طب ايه هو الارتفاق العاني؟ ممكن يتسأل فيه في الامتحان او مصطلح علمي. موضع التحام نصفي عظام الحوض المتماثلين من الناحية الباطنية او اللي هي البطن يعني، من ناحية البطن. خلاص يبقى دي مهمة جدا جدا جدا. يبقى اول حاجة خدنا الحزام الحوضي. خلاص طب الحزام الصدري حد فاكر كان مكون من ايه؟ مكون من عظمة رقيقة خلاص رفيعة اسمها الترقوة، وايه تاني؟ وعظمة مثلثة كبيرة تسمى عظام لوح الكتف. مهم جدا نعرف تركيبة الحزام الحوضي، الحزام الحوضي والحزام الايه الصدري. نيجي بقى للطرفان السفليان. الطرفان السفليان عندنا الشكل قدامي اهو. طبعا قلنا العظمة بتاعت الفخذ اكبر عظمة في رجلنا، ولذلك احنا بناخد الحقنة في هذه المنطقة لما تكسو ايه عظام خلاص بناخدها في الفخذ. لذلك بنقول ناخد الحقنة فين؟ في الفخذ. في الفخذ فين؟ في الجزء اللي فوق الايه العظمة دي خلاص هنا. تمام. يبقى تكون كل طرف سفلي من الفخذ عظمة كبيرة رأسها من اعلى، ها يستقر فين؟ في التجويف الايه الحقي او الحقي. الاتنين صح. وطالما بنكتب امتحاناتنا كتابة ما تفرقش معايا هقول لأستاذ ولا لدكتور حقي ولا حقي، عشان الناس اللي ممكن ايه معلش تقول ده حقي ولا حقي يا أستاذ. أولا دي كلها حاجات مترجمة من دراسة الطب، فطبعا بناخدها على يعني اللي هي فيه. الفخذ عظمة يوجد بأسفلها نتوءان. بنتكلم على مين؟ على الفخذ. يبقى الفخذ ده ها بها بأسفلها نتوءان. فاكرين النتوءان اللي كانوا في عظمة العضد؟ العضد كان فيها نتوءان، وكان فيه عظمتين في الساعد. قصد الساعد هنا الساق، ساعد وساق، فيها سين هنا وسين، هناك ساعد، ساعدني يا أستاذ أو ساعدني يا ابني، وبمسك الجزء بتاع ايه الساعد. العظمتين اللي موجودين ايه عند كف اليد. يبقى الفخذ عظمة يوجد بأسفلها نتوءان كبيران يتصلان بالساق عند المفصل. في مفصل هنا بقى، المفصل ده هوت عند المفصل الركبي بتاع الركبة، الذي توجد أمامه عظمة ايه الردفة. عظمة الردفة هنا اللي بيحصل فيها خبطة، هنا بيبقى فيه الايه الرباط الصليبي او اللي عامل حرف ايه الاكس. يبقى الردفة او الردفة عظمة صغيرة مستديرة توجد امام مفصل ايه الركبة. يبقى ده مفصل الركبة عندنا. وفيه نتوءان، موجود نتوءان، نتوءان الكبيران ده هم بيتصلوا بايه بالساق. الساق فيهم عظمتين خلاص، ودي من نعم ربنا برضه عشان استدارة القدم او الجسم، عشان الجزء ده ينفع يبقى فيه استدارة، لان لو كانت عظمة واحدة ما كانش نفع ايه الجزء ده يتحرك. يبقى عظمة الردفة نقولها تاني مهمة، ها مستديرة، عظمة صغيرة مستديرة امام مفصل ايه الركبة. طيب الساق بقى، الساق فيه عظمتين خلاص، القصبة وهي العظمة الداخلية. ولما اقول الداخلية ايه الاصبع اللي ناحية الداخل في القدم عندنا؟ الابهام. طيب الشظية، الشظية رفيعة، معروف شظية يقول لك شظية حاجة رفيعة. القصبة افتكر القصب، القصب نفسه كبير قصبة. يبقى القصبة من ناحية الداخل خلاص، ومن ناحية الداخل شيء طبيعي معروف ان الابهام عندنا من ناحية الايه الداخل. الشظية ناحية الايه الاصبع الايه الخارجي. عظام القدم بقى، عظام القدم رسغ القدم زي ما قلنا، رسغ الايه المفصل او الرسغ في الايه في اليدين. هنا يتكون من 7 عظمات. طب التانية الرسغ بتاع اليد يتكون من 8 عظام. هنا 7 عظام، احفظ الارقام يا مستر زي اسمنا. يبقى رسغ القدم يتكون من 7 عظام غير منتظمة الشكل، اكبرها هي العظمة الخلفية التي تكون كعب الايه القدم. يبقى في عظام وفي كعب من ورا كده خلاص، الكعب بتاع ايه القدم. مشط القدم، المشط نفسه بقى نبص بقى التكبيرة بتاعتها كده، بنقول الرسغ فيه 7 اكبرهم الايه العظمة اللي عاملة ايه كعب من ورا. طيب مشط القدم، المشط بقى عبارة عن ايه؟ يتكون من 5 عظام رفيعة وطويلة
نفس الكلام اللي قلناه في الإلياد، ينتهي كل منها بإيه؟ بالإصبع. يبقى الوقت المشط 5 زي الخمس أصابع. طب الأصابع نفس الكلام، أصابع القدم 5 أصابع، يتكون كل منها من 3 سلميات، نفس الكلام اللي قلناه الطرفان العلويان، ما عدا إصبع الإبهام. يبقى إصبع الإبهام فيه كام سلمية؟ 2 سلميات، فتكون من إيه؟ سلاميتين فقط. مهم جدا هذا الكلام ونركز عليه، على أساس برضه إن شاء الله إحنا كده ماشيين إلى حد ما كويس. طيب نفكر كده مع بعض، لو قال لي قارن ما بين الحزام الصدري والحزام الحوضي والطرفان العلويان والطرفان السفليان، يا ريت نعملهم مقارنة إن شاء الله مع بعض. ما تنسوش الاشتراك معانا، مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.